مصطفى حلمي من اول ما جه واحنا عمالين نهزر ونضحك وكان قاعد معايا عندي واحنا اخوات وهو عمل خدمي ربنا يولي من يصلح ان شاء الله ويعدي يوم جميل على كل موسيقيين مصر وعلينا وعلى كل الزملاء اللي موجودين وعلى حضراتكم تنورتونا هنا وان شاء الله تحضروا معانا ابتسامه وقعده حلوه بين زملاء وبعضهم ويولي من يصلح ان شاء الله. ايه اول قرار هتاخده بعد ما تبقى مقيم باذن الله؟ ربنا كريم. هقول توكلت على الله. اول قرار اول حاجه قرارات. شكرا يا رب. شكرا.